السلام عليكم. حنا كنديروا البرا، درناها 18 مره، مشينا هذيك 19 في شهر 9 دقينا البرا، كانوا قالوا خصك تعاود البرا، دقيناها. ملي دقيناها الغد ليه العين العافيه شاعله فيها والحريق والشكفه ديال الراس بها الطير. هي هذيك اللي دق البرا كيجي ال 20 غشت الغد ليه كيجي مشكل نعسنا، اللي جا كيشدو كينعسو، كيديرو لنا البرا البراوات انتيبيوتيك وداكشي داك الميكروب وداكشي. واخويا حنا دابا كنطالبو بالحقوق ديالنا، العوينه مشات وكنطالبو بالحقوق ديالنا، التعويضات ديالنا. حنا كارين ما خدامينش دابا من 19 في شهر 9 ما كاين لا خدمه لا والو. حنا بلومبي كنبريكولي، كاين لي بلومبي كيبريكولي كل واش كي عنده، الناس مضروره مساكن ما كاينش لي عندو الكرا، عندو الوليدات، الماء والضو، كي غيدير بنادم ما خدامش؟ باش تخدم راه خصك تبقى تحفر، بلومبي راه صعيبه شويه، خصك تحفر وتدخل تحت البلاكارات وتدخل هنا. ولينا كنديرو دابا لانسولين، انا بعدا كندير لانسولين دابا، لانسولين دابا ملي طلع لينا السكر داك الدواء كنديرو لانسولين. ما كناش ندقو حنت البرا الا مشيتي ل 20 غشت وديتي ليهم وما ديتيش ليهم السكر فيه غرام و40 ولا غرام و30 عاد كدق ديك البرا ديال العين. الا كان فايت الغرام و80 ولا 2 غرام ما كيدقوهاش، يقولك لا. دابا وقع لينا مشكل، دابا ملي دخلنا نعسنا وداروا داك الدواء السكر طلع، خسر شي 18 واحد عيالات ورجال. ديك البرا كنتفاردوا فيها وكنشروها، شرينا عادي كما كنديروها ديما عادي من 2017 بعد وانا كنديرها. ونطالبوا خويا بالحقوق ديالنا والتعويضات ديالنا، ونطالبوا بالفرقه الوطنيه هذاك الدوسي يجي من ما يبقاش 20 غشت يجي للمحكمه باش حنا الحقوق ديالنا. الدوسي راه ما خصوش يتنسى، الدوسي حيت هذا الدوسي خطير، هذه ما عمره وقعت في المغرب هذه المشكله اللي وقعت دابا. والمسؤوليه ما نحملها حتى لواحد، نحمل المسؤوليه ما كنحملها حتى شي واحد. حنا المهم كنمشيو نجيو ندقوا البرا وكنمشيو في حالنا. لما لا تحمل المسؤوليه ما عندك لما تحملها، لا كدقها وكتجي لدارك، كتجي لدارك الغد اللي كتحيد الفاسمه، الفاسمه كتحيدها كتشوف عادي. هاد المره وقع المشكل، ملي جا حيدنا الفاسمه ما كنشوفوا والو بالعوينه. والمسؤولين الرساله ديالنا الله يجازيهم بخير يشوفوا محالنا، الحضور ديالنا باش كنجيو عند وكيل الملك باش الدوسي يخدم لنا عليه الله يجازيه بخير. جينا عنده دار معنا مزيان الله يجازيه بخير، خدم معنا مزيان وتجاوب معنا واستقبلنا استقبال الله يعطي صحته. والحمد لله حنا بغينا الدوسي ما يبقاش يجي للمحكمه باش حنا التعويضات ديالنا ما نضيعوش فيهم. عوينه راه دعنا فيها مشات العين، العين ما كانش تشوف فيها دابا ما خدامين ما والو. السلام عليكم، معكم فاطم الزهراء اخت زهراوي محمد. جينا هنايا درنا وقفة في حدا المحكمة، كيطالبوا الناس اللي مضرورين كيطالبوا بواحد الحق ديالهم في القضية ديال الإبرة اللي كانوا دقوها في شهر 9، دقوها في عينيهم مشات ليهم العين، ضرروا بواحد الشكل كبير وتكرفصوا مساكن. دابا حنا راه 8 شهور دابا هاني وحنا باقيين كنطلعوا كنهبطوا، باقا الفرقة الوطنية ما سالاتش البحث ديالها، اللي خلى اللي جعلنا اننا نعاودوا نعيطوا للصحافه، لان الناس تضرروا بزاف وما بقاش عندهم الصبر، لان الناس مقاسين من خدمه ما خدامين ما ردامين لان مضرورين. وسير واجي للسبيطار كاينه مره كيقول لك لا غيديروا لهم عمليه، لا مازال ما كاينينش في واحد الحالات كيقولوا ما يديروا عمليه، شويه كيقول لي لا مازال ما غيديروش العمليه. كل واحد وشنو شنو تيقولوا ليه، والناس ولاو مضرورين بزاف لان ولاو كيعانيوا من السكر، ولاو يعانيوا من طونسيون، ولاو يعانيوا من الكلاوي. والناس بعاد، الناس مكرفسين ساكنين، كاينين الناس غير هنا في كازا اللي ساكن في كازا وراه بعيد على بانه يبقى يديبلاصا كل مره كل مره يديبلاصا، وهو ما عندوش ما خدامش. راه تبا مثلا باش اللي غيرافع عليك راه رافع عليك في الاول، ومن بعد راه بنادم صافي كيوقف لان راه 8 شهور راه ما ساهلاش، 8 شهور وانت ما خدام ما ردام راه ما ساهلاش، وعندك مصاريفك، كاين اللي هو يا مريض ومرته مريضه بمرض خايب، وكتولي ما حيلتك لراسك ما حيلتك لدارك ما حيلتك
هذا وباقي القضيه ما سالاش، راه لا اله الا الله الناس كرفصوا بزاف كيطالبوا بالحق المدني ديالهم، بغاو القضيه تسرع ويسالي البحث باش يقدروا ياخذوا الحق المدني ديالهم. 20 غشت باقيين كيمشيو كيعطيوهم لي رونديفو، راه انتم تهضروا مع الاخوان المتضررين والاخوات وكل واحد غيشرح لكم الحاله ديالو، العيشه اللي عاشها مثلا مع لوبيتال وداكشي اللي طرالي، هما احسن مني انا غيشرحوا لك الديتاي ديال الديتاي شنو عندهم. كيمشيو كل مره كيعيطوا لهم كيقول لهم غدير هذا الراديو ولا غدير هذه البره هذه، كيديروا داكشي اللي كيقولوا لهم تعامل ولا شي حاجه، راه كل واحد غيقول لكم شنو عنده. حنا بغينا القضيه تسرع، بغينا القضيه تسرع باش راه تبارك الله 8 شهور والبحث باقي ما سالاش، الناس راه صافي عياو بغاو القضيه تسرع. كنطلبوا من الوكيل الوكيل العام لجلاله الملك يدخل في القضيه ويسرع لهم القضيه باش يقدروا ياخذوا الحق ديالهم. انا يا عندي مشكل في عيني، كنت سواني في السبيطار 20 غوش، وكان عندي مشكل، كان عندي واحد عرق رقيق كيكب ليا في عيني، سواني كنسواني عندهم. نوبه الاولى تقول لي الفره دازت مزيانه الحمد لله، الثانيه قال لي غدقي فره باش ديري نضادر الله يعاونك. هذيك الثانيه اللي مشيت دقيت فيها الفره طرا لي الميكرو في العين، ضاعت لي العين مشات ما كنشوفش بها اليسرى، كنشوفها في العين اليمنى. ودابا ملي داروا لنا العلاج ديالهم ولكن بلا فائده، دابا راه عيني ما كنشوفش بها، وهاد العين ناقصه ليا شويه، انا راه دابا ضعت في عيني وكنطالب بالحق ديال عيني. المسؤولين ما قالوا لنا ما داروا معنا والو، المسؤولين عطاونا العلاج وصافي، ملي ما نفعش معنا العلاج ما داروا معنا حتى وحده. وحنا كنطالبوا في الحق ديالنا باش ناخذوا حق ديال عينينا. دخلت عيني مقاده انايا، ما كانش عندي حتى مشكل بسيط، حتى ولات مشات لي ضاعت لي العين. وهذيك العين اللي هنا ما كنشوفش بها بزاف، دابا راه دايره نضادر باش نساعد باش تعاونني في الشوفان شويه، ولكن بالليل خاصني واحد يديني ويجيبني. المسؤوليه ديالهم هما، احنا دخلنا في العلاج ما دخلناش باش نعماو من عيننا، دخلنا باش ناخذوا العلاج ماشي دخلنا باش نعماو. وكنطالب دابا بالحق ديال عيني. والمعاناه هو دابا ما بقاش كيخدم، ما بقاش كيقدر يخرج بوحدو، باش يقدر يخرج بوحدو دابا انا ما كنتش معاه انا ما يقدرش يخرج. دابا العين الاخرى اللي كتشوف لي كتشوف 5/10، هذيك اللي كانت كتشوف لي احسن من الاخرى. دابا عنده مشاكل كثار، والمشكل الكبر هو ديال السكر، ولا عنده مضاعفات كثار ديال السكر، خصو يدق الانسولين. وكذا الا دقيتي ليه بزاف الانسولين السكر كيهبط، ما تعطل في الماكله. عندنا مشكل كبير ثاني ديال الانسولين، حنا ولينا واقعين في هذا المشكل ديال السكر. والعيره ما كيشوفش بها، وعاد مازال هو كيجي الحريق مره كينوض بعد خطرات جوج ليلات ثلاثه سيمانه كاع ما كينعش، كتعاود تحمر ليه بحال الاول وكتنفخ، والدموع كتعاود ليه المشكل بحال الاول، بحال اللي باقي يلاه المشكل ثاني تبدا، باقي نفس المشكل المعاناه. كان خدام بيدو، كيخدم بلومبي بيدو النهار وكيخدمو كيجيبو، دابا ما بقاش كيقدر يخدم، بعد اصلا السكر ما بقاش كيقدر يخليه يخدم كاع، والعين ما كيشوفش بها، اش غيخدم؟ ما كاينش العين باش غيخدم. المشكل ديال العين اختي اخويا كاين خوتو، كاين هما اللي هازينه دابا لحد الان، هما خوتو اللي هازينه، قلت ليها الزينه وليداته باقيين صغار باقيين كيقراو، انا ما كنخدم ما والو، هو اللي كان خدام علينا، خدام على الدار كامله، راه دابا هو جالس. حنا كنطالبوا غير بالحق ديالنا، كنطالبوا غير بالحق. العينه ما كتعوض حتى حاجه، ولكن على الاقل يا بنادم معايا يقدر يعيش، باش يقدر يعيش. اما العينه ما حتى واحد ما يقدر يعوضها ليه، صحته مشات، راه النص مشات في ديك العين، النص ديال الصحه مشات في ديك العين، راه ما يمكنش غيقدر يعاود يخدم، ما يمكنش غيقدر يعاود يدير داكشي المجهودات كاع اللي كان كيدير قبل. وحنا كنطالبوا غير من الوكيل العام ياخذ لنا حقنا ويسرع لنا غير هاد الدوسي تسرع من شهر 9، حنا كنمشيو كنجيو من شهر 9، حنا كنمشيو كنجيو نفس الهضره اللي كنلقاو كنلقاو، والحمد لله وكيستقبلنا مزيان كيجاوب معنا كيديرنا، ولكن ما كاينش تسريع في الملف، الملف باقي في سميتو في الفرقه الوطنيه من شهر 9، راه والناس راه مضررين، كاينين شهادات بان الناس مضررين معينهم. هادشي اللي كنطالبوا، كنطالبوا بتسريع الملف ديالنا، الناس ياخذوا الحقوق ديالهم، حيت الناس كلشي جالسين. والحساب راه تعويضات ضروري، خاص بنادم يتعوض، راه النص ديال الحياه مشات ليه، راه العين راه النص ديال الحياه، النص ديال الصحه، النص من كلشي مشى. بحال اللي كتقول كلشي مشى. النور ديال الانسان، اشنو راه بغى يخرج خاص واحد يخرج معاه، ودابا كيخرج في الدار كيخرج لك في المواعن كيخرج لك في شي حاجه. في الدار خاص بنادم يحضر معاه.
في الدار خصك تحضي معاه، الا كانت شي البوطه شاعله ولا شي حاجه خصك تقول ليه. ماشي سهل، ماشي سهل باش بنادم من شهر تسعود وهو جالس والاكتئاب وعاد زيد على ذلك العصاب وشحال من حاجه كتجيهم. والحمد لله هادشي اللي كاين. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.